الوايل لوب والفور لوب، اتنين الاتنين لوبس بيختلفوا عن بعض بحاجة واحدة، ان الفور لوب بيبقى او بنعرف لها النهاية بتاعتها او بيبقى ليها نهاية محددة، تمام كده، بتوقف في ليميت معين، لكن الوايل ممكن تفضل تتكرر الى ما لا نهاية لو انت ما حطيت لهاش الشرط اللي يوقفها. بمعنى لو جينا هنا دول two forms of for loop والwhile loop، هنا الفور لوب الفورم بتاعها for، بعد كده object name اي اسم، بعد كده تحط in وال variable name اللي هتبحث فيها او هتستخرج منها ال items، تمام، بعد كده colon، بعد كده بتكتب ال instruction. ال while condition او ال while loop sorry هيبقى عبارة عن ال while، بعد كده ال condition، بعد كده ال colon، بعدين هتحط ال instruction وهتحط في الاخر السطر دوت. لو جينا هنا عملنا while loop، تمام، while ال i smaller than ال 14، اصغر من ايه، من ال 14، وقلنا ان ال i فوق ب10، وهنخلي ال while loop ديت تبرنت ال i، فهتفضل تكرر ال print بتاع ال i اللي هو ال10 كتير، مش هتوقف الى ما لا نهايه. لكن لما حطينا الانستراكشن ديت او العمليه الحسابيه ديت في بداخل البادي بتاع الوايل لوب، فهتبدا هنا تزيد الاي مره في مره، فهتبقى 11، بعد كده 12، بعد كده 13، بعد كده 14، هتيجي عند 14 وتروح تتشيك على الكونديشن، هل ال 14 اصغر من ال 14؟ لا، فبالتالي هتوقف. تمام، هي دي الفكره، ان الفور لوب بتفضل تكمل الى ما لا سوري معلش الوايل لوب بتفضل تكمل الى ما لا نهايه لو ما حطيناش السطر دوت، تمام، لكن الفور لوب هتوقف ليه؟ لان هي بتستخرج كل الايتمز اللي جوه الفاريبل، ففي نهايه للايه، للايتمز ديت، في نهايه للفاريبل ديت، الايتمز اللي هي ما بيبقاش فيها ايتمز، الايتمز اللي فيها ايه، تختفي او مش تختفي، تنتهي، تمام. فهي دي الفكره، ودوت الاختلاف ما بين الفور لوب والوايل لوب. هنيجي هنا نشوف اول حاجه الفور. عندنا هنا statement fundamentals of a of Python، احنا عايزين نطبع كل الحروف اللي ايه اللي في السترينج ديت في الترمينال، فنقول مثلا for letter in statement، لو في حروف في الفاريبل اللي اسمه الستيتمنت، او في مش حروف، لو في حاجه متواجده في الستيتمنت ديت، تمام، عايزك تطبعها لي. هنعمل كده ونعمل رقم، فهو هنا طبع لي كل شويه بيطبع لي حرف لغايه ما وصل للنهايه، تمام كده، وصل لنهايه الايه، لنهايه الفاريبل والقيمه اللي هو بيحتوي ايه عليها. فهو هو fundamentals of بايثون، حتى طبعها لي بالايه، بالسبيس كاركتر او الباك سلاش ان، تمام. الوايل، نيجي نشوف الوايل. الوايل هنحط بس قبلها كده نعرف variable i، تمام، بيساوي كام؟ 10. هنقول لو ال i أصغر من ال 14 هتبرنت ال a ال i دي. احنا هنا محطناش لا increment ولا decrement عشان أأكد لكم فكرة إن هو ايه، مش هيوقف سوري، وهيفضل ايه في iteration الى ما ايه، لا نهاية، زي ما انتم شايفين اهو بيفضل يطبع لي 10 ومش هيوقف ابدا. عشان اوقفه لازم
ازود كل مرة الايه الاي لغاية ما توصل لل14. سوري. ففي الحالة ديت هيوقف عند الايه ال13، وهيجي عند ال14 هينفذها هنا، هيدخل في الوايل لوب وهيقول ال13 بلس ايكوال الواحد هتساوي 14. هيرجع تاني للوايل في الكونديشن بتاعها، هقول هل ال14 اصغر من ال14، فبالتالي هتطلع ايه، هتطلع بفولس، فبالتالي مش هيدخل ويطبع او يعمل برنت للايه للرقم 14. تمام، هما دولت التو لوبس، الفور لوب والوايل لوب. في النهاية خالص حابة اديكم شوية فانكشن string methods. تمام، وحابة برضه اقول لكم عن ال built in function اللي اسمها range. اديكم اول حاجة ال range، بعد كده نرجع تاني لل string. ال range بتستخدم في ال ايه في ال for loop. بدل ما بتعمل variable كده وتحط فيه قيمة وتبدأ تخرج كل اللي فيه، بتعمل حاجة اسمها range للايه للنيوميريك نمبر، يعني for number in range، وتحط هنا الرقم، فهيبدأ يمشي باي ديفولت من الزيرو للايه للتن، وعايزك تطبعه لي عشان نشوف الايه الناتج. سوري انا كتبت تمام ماشي. فهو مشي هنا من الصفر باي ديفولت لغاية ما وصل للعشرة، لأن أو هيستخرج هيإكسكلود العشرة من الإيه من البرنت، وهيقف لغاية الإيه التسعة. تمام، في حاجة في الرينج اسمها أو كبارامترز بتتحط في البيلت ان فانكشن اسمها رينج، في الستارت البداية، واللي هي في الحالة عندنا هنا باي ديفولت هو حاططها صفر، فممكن مثلا نحطها من خمسة، والاند النهاية، وحاجة كمان اسمها الستيب الخطوة. فانت مثلا عايز تمشي كام خطوة، يعني مثلا عايز تجمع الخمسة مثلا واحد، ولا هتمشيها باتنينات، يعني كل مرة هتزود اتنين. فنيجي نشوف كده، لو زودنا اتنين فهتطلع خمسة وسبعة وتسعة. تمام كده، هنرجع هنا بيقول لي ان الرينج function return a sequence of numbers starting from zero by default، الديفولت بتاعها زيرو، وبتزود كل مرة واحد، الا لو انت غيرت الستيب وبقت مثلا بايه باتنين مثلا او بتلاتة حسب الرقم اللي انت ايه عايز تحطه هنا، بس هي باي ديفولت بتزود كل مرة بايه بواحد برضو. وبتوقف قبل رقم الايه محدد، قبل النهاية، يعني الاند ديت بالنسبة لها مش بتطبعها او مش بتنفذ عليها العملية، بتستخرجها خالص ايه او بت exclude الايه الاند. تمام، اخر حاجة ال string methods اللي منها ال length، اللي بتget ال length of ال variable، بتشوف عدد ال items اللي فيه، وفي الابر اللي بتحول الايتمز اللي في الفاريبل كلها لابر كيس، واللور اللي بتعمل العكس بتحولهم كلهم للور كيس، وهي فايند اللي بتوجد الايتم في اني مكان في اني اندكس في الفاريبل، وفي ريبليس اللي بتحول او بتبدل الايتم بايتم ايه تانية. تمام كده، نيجي نشوف عندنا statement فيها ال fundamentals of Python. فعايزين نشوف ال length، ال statement هيطبعهولي بواحد وعشرين. تمام، عايزين نحول كل
الـ items أو كل الـ characters اللي في الـ statement ديت لـ upper case. فنعمل كده، نكتب الاسم الـ variable بعد كده dot. وعندنا methods كتيرة جدا، تمام؟ هنختار منها الـ ايه؟ الـ upper، ونشوف النتيجة تطلع ايه. دي النتيجة fundamentals of python كلها في upper case، حالة upper case. لو حبينا نحولها ل lower case ونشوف النتيجة، صح اتحولت كلها ل lower case، تمام. وفي ال find ان انت بتحاول، سوري، توجد الاندكس بتاع الحرف اف مثلا. فقال لي ان الحرف اف موجود في الاندكس رقم 0، تمام. طب نشوف حاجة تانية، البي وليكن، فقال لي ان البي موجودة في الاندكس نمبر 15. وفي اخر ميثود اللي اسمها الريبليس، فأنا عايزة أعمل replace لل p ب j، فهو كلب لي fundamental of json، تمام كده. بكده نكون خلصنا السيشن بتاعنا لغاية النهاية بتاعته الفانكشن، وخلصنا كل الأوتلاينز اللي عدينا عليها. اي اسئله، في اي اسئله اكتبها لي في الكومنتس واجاوبكم عليها باذن الله. اتمنى اكون افدتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.